مرحبا عزيزي برج الجوزاء، بشكل عام طاقتكم اليوم أو طاقة الشريك القادم خلينا نقول خفيفة، ما فيها طاقة ستك مثل الأبراج اللي قرأتها قبلكم، فهذا الخبر جدا جيد. أحس أنكم في هذه الفترة خفت أعباءكم من الماضي أو وصلتم مرحلة مرتاحين فيها من الأشياء اللي حدثت في الماضي، مو شرط أن تعافيتوا بالكامل، ولكن وصلت مرحلة معينة من الراحة واستسلمت يعني للواقع. حاليا أشوفكم مستسلمين ومرتاحين. الشخص القادم باتجاهك عزيزي برج الجوزاء، فارس الخماسيات، Knight of Earth أو Pentacles. مواصفاته العامة قبل ما أدخل في القراءة، هو شخص محب مستقر جدا في طاقته وفي، ولكن فارس الخماسيات من أبطأ الفرسان في التارو كلهم. يعني هذا الفارس جدا بطيء لدرجة أنه تشوف الحصان كأن لا يتحرك، فاحتمال أن هذا الشخص طبيعته جدا حذر، يعيد التفكير في الأمور مرارا وتكرارا في عقله قبل أن يتحرك شبر واحد باتجاهك، أو على الأقل هذه الفترة أو في المستقبل اللي راح يكون بهذا الشكل. جدا جدا يحسب ويوزن الأمور قبل أن يتحرك، وهذا احتمال يكون سبب تأخير قدومه لحد الآن لك. بشكل عام بعد أشوف تو سيناريوز، قصتين، احتمال أنه يكون بالنسبة لك شخص من الماضي، لأن عندنا كرتين تبع الماضي، الطاقة القوية ما أقدر أنكرها، احتمال أنه يكون شخص من الماضي ولكن غير متوقع. يعني اللي قاعدة أسمعه أنه شخص من الماضي ولكن مو هو بالضبط الشخص اللي أنت في بالك، أو يكون شخص جديد التقيت فيه بالماضي ما صار بينكم أي علاقة أو حتى احتكاك، مجرد التقيت فيه في بيئة عامة، في بيئة عمل، بيئة تجمع أهل وأصدقاء، ولم حتى تعيره أي اهتمام أو هو لم يعيرك أي اهتمام. ولكن أيضا يعتبر من الماضي، يعني التقيت فيه في مناسبة من المناسبات، ولكن هذا الشخص يتذكرك. يعني احتمال إذا أنت لم تعره أي اهتمام، هذا الشخص جدا حاطك في باله وحاطك من أولوياته، وهذا سبب قدومه هاي الفترة. هذا الشخص، خلينا نروح مع سيناريو رقم واحد، إذا كان أتاك من الماضي، فهو كان في فترة ما في السابق لديه الكثير من المهام والمشاغل في حياته، في أمور متعلقة سواء كنت بتقول إيجابية أو سلبية، علاقات سابقة، أشخاص ثانيين، عنده مسؤوليات، عنده ارتباطات اجتماعية أو مالية أو أشياء تتعلق بالماضي. ففي فترة من الفترات كان غير قادر أنه يقدم لك أي شيء، عنده تو بنتكلز، خماسيين في يده ومشغول، فلا يستطيع أن حتى لو أراد أن يخطو باتجاهك لا يستطيع، لأن لحد الآن كان في أمور غير مختومة، أمور غير منتهية من الماضي. هذا في فترة من الفترات، ولكن إن شاء الله في الفترة القادمة احتمال مثل ما قلت لك هذا الفارس بطيء، يعني هو يعرف ماذا يريد. نعم يريدك أنت، يريد معك العلاقة أو الارتباط، نعم، ولكن مشكلته جدا بطيء، يعني مثل السلحفاة أو حتى أبطأ احتمال، لأن الفرس لا تتحرك. هذا الفارس احتمال عنده تخوف، احتمال انه جدا حذر بسبب طريقة تفكيره، هو عنده نفس طريقة التفكير هاي اللي قاعد اسمعها، دائما طريقة تفكيره شوي متشائم او يخاف من الرفض، جدا يخاف من الرفض، حتى لو انت كنت مبين لانك تحبه، لو انت مبين لانك متقبله، انت مبين لانك مستعد، حتى احس ان ردة فعلك او قبولك في هاي المعادلة بالنسبة له كأنه غير موجود. هذا الشخص عالق في تفكيره وخوفه من الرفض، وظل على هالحال فترة، وهذا سبب تأخيره. إذا تحس أنه تأخر عليك
هذا سبب تأخيره. في هاي النوعية من الناس ترى موجودين حولنا طول الوقت، ولكن ما ننتبه لهم لأنهم ما يأخذون أي فعل، دائما يكونون مرحلة الوقوف في حياتهم، لا يتقدمون ولا يرجعون للوراء، وتقدمهم يكون مثل الحلزون يعني بطيء. ما أسباب خوف هذا الشخص؟ هذا الشخص أشوفه لو كان في الماضي، لو كان شخص من الماضي ووضعك في سيناريوهات غير جيدة، مثلا صار في خيانة، صار في أشخاص ثانيين، صار في خذلان خذلك في الماضي، لو فهذا الشخص حاليا أشوفه يأتي باتجاهك جدا خفيف المتاع، يعني ما عنده إلا أنت في باله، ما عنده إلا العرض اللي يريد أن يقدمه لك، ما عنده شيء ثاني أو شيء يخفيه أو شيء. إذا كان في طاقة داكنة في الماضي، طاقة تلاعب أو تخبية الحقيقة، أو أنك هاي الطاقة غير موجودة في هذا الشخص إذا كان جديد أو إذا كان راجع من الماضي، فهو تخلص مثل ما قلت لك من الأمور المتعلقة بالماضي، الأمور التي تشغله كانت عنك في الماضي وتمنعه من المضي قدما. في المرحلة القادمة هو اختارك ما بين كل أمور وكذا شخص وكذا شيء عنده في حياته، هو اختارك. من فترة طويلة أحس أنه وقع نظرة عليك، ووقع اختياره عليك أنت من بين كل الناس. هذا نصيبك يعني بالأحرى. عندك بطاقة strength القوة، وهي طاقة برج الأسد وطاقة نارية، وعندك أيضا طاقة ثلاثة الأغصان. أحس أن هذا الشخص احتمال أنه سبب خوفه أنه مثل ما قلت لك يخاف من الرفض، يخاف إذا رجع لك أنت تكون مشغول بشخص ثاني، أنت تعطي ظهرك. بالنسبة له هاي الموضوع فوبيا، أنت بالنسبة لك أوكي خلي يرجع، إذا اتفقنا بنرجع حق بعض، إذا ما اتفقنا مو مشكلة. هذا بالنسبة له عكسك تماما، الموضوع جدا مصيري وجدا جاد وجدا يعني ما يقدر يخطأ فيه، ما في مجال للخطأ في هذا الموضوع بالنسبة له، لأنه جدا يخاف من الرفض أو خاف أنك ترفضه. ولكن في المرحلة القادمة حتى لو أنت أشوف بعد، حتى لو أنت كان هو شخص من الماضي وتعبك أو دخلك معاه في مشاكل وفي الدراما وفي مواضيع مثل الخيانة، هذا الشخص حتى لو أنك رفضت رفض مبدئي عشان مثلا كرامتك وعشان إراضيك وعشان الزعل اللي صار، حتى لو رفضته وعطيته ظهرك، فهذا الشخص أنا قلت لك بطيء وقلت لك فارس وقلت لك حذر وخائف، ولكن في نفس الوقت حتى لو رفضته راح يستجمع كل قواه، راح يستجمع كل قواه أنه يرجع لك، أو راح يستجمع كل قواه أنه يقنعك أنه تدير ظهر، أنه بدل ما تدير ظهرك تقابله مرة ثانية، لأنه عنده عرض. فارس الخماسيات عنده عرض، عنده شيء يريد أن يقدمه لك، شيء ملموس، ممكن يكون خاتم خطبة، ممكن يكون شيء ذا قيمة ثابت في العلاقة، شيء مثل ما نقولون يختم العقد أو يختم الصفقة، يثبت العلاقة، ممكن يكون شيء جاد يعني. ولكن عليك يعني أنت تفهم شوي الطرف الثاني أن هذا الشيء راح يستنزف كل قوته، لأن أيضا هو موضوع فوبيا بالنسبة له أن أنت تعرض عنه أو أنت ترفضه أو ما تتجاوب معه. ليش هو حاسب هالشيء؟ هو عنده نوع من تأنيب الضمير، أحس لحد الآن حتى لو أنه قادم باتجاهك متاع خفيف، تخلص من الماضي، انتهى من مرحلة المشاكل وعدم يعني التردد، حتى لو أنه انتهى من هذه المرحلة، ولكن لحد الآن يتذكر احتمال الألم اللي وضعك فيه أو خلاك تعيش في هاي التجارب السيئة معاه،
أو الألم أو الحزن، هو يتذكر هاي اللي قاعدة أسمع الحين، هو يتذكر بالضبط بالتفاصيل اليوم الذي أعرض فيه عنك أو اليوم الذي لم يهتم فيه تجاهك، فخايف أن يصير عنده سيناريو مثل ما تفعل تجازة. اليوم قراءتكم جدا متشعبة، فيها كذا سيناريو، أحس كذا حالة في نفس القراءة، وهذا شيء جيد عشان تطلع القراءة دقيقة جدا تناسبكم في أي جهة إذا عكستوها تناسبكم. مثل ما قلت لك عزيزي، هذا الشخص عارف جدا ومتذكر جدا وغير ناسي للألم الذي وضعك فيه عندما كان لديه أكثر من شخص، أكثر من علاقة، غير مستقر، متردد. هو يتذكر ويخاف أن إذا رجع تجاهك وعرض عليك شيء أنت تذكره باليوم الذي هو أعرض فيه عنك، أو اليوم الذي عمل لك فيه بلوك، أو اليوم الذي لم يعرف قدرك فيه. فهو يخاف أيضا، عنده خوف، لأنه لا يريد أن تكون هذه نهاية العلاقة. مثل ما قلت لك، هو آتي وعنده عرض ذا قيمة، عرض فيه استقرار لك ولا. نفرض أنك وقاعدة أحس أنك راح في البداية راح تحاول أنك تعرض عنه أو تشكك في نواياه، أو دايما عندك أحس خوف يا برج الجوزاء أنه يتكرر نمط الحبيب. يعني أنت حس نظرتك دايما للماضي هني بعد، شلون؟ يعني بغض النظر التغيير الذي مر خلال الحبيب أو الشريك، أو بغض النظر عن هذا الشخص الجديد وما يحمل من نوايا طيبة تجاهك، أنت لحد الآن عندك مشاعر ألم من الماضي، قاعد تتذكر نمط العلاقات اللي فشلت في حياتك، فتخاف. دايما تخاف من تكرار النمط، تخاف ان هاي الشخص يسوي مثل اللي سواه شخص قبله. تذكر، لان هاي بنتكل وهاي عنده بنتكل، فيذكرك فيه. اذا كان شخص جديد هو يذكرك فيه، عنده شيء ذا قيمة يشابهه في الطاقة، هذا عنده بعد شيء بنتكل خماسي عنده، ففي تشابه في الطاقة، وهذا الشيء قاعد يخوفك. عشان كذي احتمال في البداية انك تعرض عنه، تعطيه ظهرك مثل ما قلت لك، تعطيه ظهرك، وما يرى منك إلا ظهرك. أحس أنه أيضا في عدم ثقة، يعني كأنك غير واثق في نوايا هالشخص، ومن حقك. ساعات نمر بظروف ونمر بأمور تترك بصمتها علينا، مثل السكس أوف ووتر. سكس أوف ووتر هي عبارة عن بصمة للمشاعر. أنت تعود على طريقة ذكريات معينة، سواء كانت جيدة أو سيئة، تتعود عليها بحيث أنها تترك بصمتها عندك. فصعب أن تطلع حتى أنت يا برج الجوزاء من هاي النمط وتواجه الحقيقة الجديدة حتى أنت بالنسبة لك. فعشان أني عشان كذي الرسالة تقول لك تحتاج إلى القوة أن تواجه الماضي، تواجه مو شرط هذا الشخص، تواجه المشاعر اللي عندك إياها من الماضي، مشاعر الخذلان، مشاعر كلهم زي بعضهم، مشاعر الأمر تكرر سوف يتكرر، كأنك قاعد تنتظر أن العلاقة تفشل مرة ثانية، مو قاعد تنتظر تكليلها أو انتهائها بالزواج، لا، قاعد تنتظر الفشل في أي مرحلة من المراحل، كأنه ما عندك إيمان. فقدت الإيمان في الأشخاص وفي الحب وفي نواياهم أيضا، حتى لو كنت ما تعترف لنفسك، وحتى لو كنت تقنع نفسك وتقول أنا قاعد أنتظر الحبيب ومنفتح من أجل الحب، عندك شيء من الماضي لحد الآن لم تغلقه. لما تكون عندك قدرة أنك تبتدي تشوف الزين في الآخرين، النوايا الطيبة في الآخرين، دايما الجانب الإيجابي في الآخرين، ولا تبحث عن أين يقعون من الماضي، بماذا يذكرونك في الماضي، هني تعرف انك خلاص تجاوزت هاي المرحلة
ومستعد للبداية الجديدة. فإذا كان الحبيب مشكلته أنه بطيء وغير واثق وحذر وجدا يستغرق كثيرا في التفكير ومن ثم الأفعال، التفكير والأفعال يأخذ وقت كثير فيهم. أنت مشكلتك المشاعر الدفينة، ما الذي أتوقع أنه يحدث في المستقبل من التارو؟ عندنا 7 الأغصان، طاقة المحارب، شخص واحد قاعد يحارب عدة أشخاص، عندنا الغصنين، عندنا 7 الخماسيات، وعندنا جاستس العدالة. راح أبتدي بأول كرتين. سبعة الأغصان، هذا الشخص راح يحارب عشانك، حتى لو أنت كنت تشوفه هني ضعيف وغير ناضج وغير قوي، لأن الفارس في النهاية ليس ملك، يعني مو نفس الطاقة، ولكن هذا الشخص سيحارب، سيثبتك أنك أنت المخطئ، سيحارب من أجلك. يعني لو كان هو أخطأ في الماضي فسيثبت لك أن أنت في الحاضر أنت الغلطان، يعني في طريقة تفكيرك سيثبت لك أن فعلا في تغيير، أو فعلا أنا لست مثل الأشخاص اللي تعرفت عليهم في السابق، أو احتمال أنا أشبههم اللي من الماضي، ولكن أنا نظيف، أنا جديد، أنا ليست لدي المشاكل الارتباطات في الماضي، تخلصت منها قبل أن أقدم إليك، أنا تخلصت من هاي المشاكل قبل أن أتجه في رحلة يعني باتجاهك، أنا تخلص من هاي المشاكل. فمن أجل نيته هاي الشخص مستعد أنه يحارب، مستعد أنه يثبت نيته، حسن نيته، ومستعد أيضا يحارب. لو أنت كنت لحد الآن في هاي المرحلة تحن إلى شخص من الماضي، أو تنتظر شخص من الماضي وهو شخص احتمال جديد، هاي الشخص مستعد يحارب عشان العلاقة، عشان يلفت انتباهك له، لأن أنت هني مستغرق في ذكرياتك مع شخص من الماضي. هاي الشخص بيدخل حياتك ويقول لك أعرني اهتمامك، لدي شيء ذا قيمة أقدمه لك، نواياي صافية، احتمال أنا أخذت وقت كفاية وأكثر من كفاية عشان أوصل لعندك، ولكن عندما وصلت أنا نواياي صادقة، وأنا قوي، وأستطيع أن أنا أحارب عشان العلاقة، أستطيع أقوم بواجبي وأثبت العلاقة، ليس فقط أن أصل عندك وأخذ منك القبول أو الرفض، ولكن سوف أبقى لأحارب لكي أرى هذه العلاقة تثمر على المدى الطويل. من ثم لدينا الغصنين. الغصنين أراهم أن هذا الشخص، تعرف اليين واليانغ، تكملة الأبيض والأسود، الرمز اللي يكملون بعض، هذا الشخص يرى فيك ما يكمله، يرى فيك ما كان يبحث عنه من زمن طويل. فعلا يعني هو أحس أنه عندما يحصل عليك شوف سعيد ومستانس ومنبهر، تحسه متحمس تجاه الحياة، تتغير طاقته من طاقة تراب والأرض، طاقة مستقرة بطيئة، إلى طاقة نارية، تبتدي عنده شرارة الحماس للحياة، الحماس ان احنا نبني مع بعض مشاريع جديدة، خل ناخذ العلاقة لمنحة جديد، خل نطور في العلاقة. دايما بتكون في مقترحات من جانب هذا الشخص تبين لك انه مستعد يبني معك، مستعد دايما، حتى قبل ما انت تكون مستعد هو مستعد قبلك واسرع منك، عشان ياخذ الامور لمنحة جاد، ياخذ الامور خطوة زيادة، مرحلة زيادة. هذا خبر جدا سعيد، ان على الاقل لما يوصل عندك راح يكون يستطيع انه يحارب، راح يستطيع انه يبني. من ثم عندنا 7 الخماسيات،
والعدالة. أرى أنهم هذين طاقتك، لأن أشوف عندنا سبعة الأغصان وسبعة الخماسيات، فطاقتك تقابل طاقته، هو مستعد أن يحارب، أنت تحس أنك انتصرت. شلون؟ لأن عندنا الجستس واقفة بينهم وهي العدالة، تحس أن من العدالة الإلهية هاي العلاقة بالنسبة لك، بغض النظر من الشخص الذي سيأتي من الماضي أو من الحاضر، يعني شخص جديد، أنت ستحس أن العدالة الإلهية لكل المشاكل التي مريت فيها تتحقق في هاي الخاتمة، لأن أنت انتظرت بما فيه الكفاية، استثمرت بما فيه الكفاية، آمنت بأشخاص وجازفت في العلاقات والحب بما فيه الكفاية، راح تحس أن مثل الريورد أو الجائزة المكافأة التي تحصل عليها مقابل صبرك ورعايتك وإيمانك بالناس، مقابل جهدك، راح تحس أن في عدالة إلهية. لأن هاي الفترة أشوف، أو الفترة القادمة، سوري، الفترة القادمة أشوف أن طاقتك أنت راح تكون مرتاح، أنت أوريدي استثمرت، أنت أوريدي قمت بالعمل بالجزء المتعب، راح تشوف أن في عدالة إلهية تتحقق عندما يحين الوقت أن أنت ترتاح، أنت تكون جالس في مكانك، أوكي، والجهد يقع على شخص ثاني، هذا الشخص هو اللي لازم يبرهن لك نيته واستعداده، أنت راح تكون مرتاح إن شاء الله، وهذا خبر زين. مثل ما قلت لك، قراءتك اليوم جدا خفيفة، سواء الشخص اللي تنتظره وتتوقعه من الماضي أو الحاضر، أو حتى سيأتيك شخص جديد، قراءة جدا خفيفة، طاقتها تنهضم. أوكي، ليش أنا قلت لك احتمال كبير أنه شخص من الماضي؟ لأن هذا طاقة الرينيوال، كارت رقم 20 هو كارت الموت، لا سوري، جاجمنت، رينيوال هو الجاجمنت، احتمالين أشوفهم أيضا. إذا كان شخص من الماضي فهو راح يبتدي معاك بداية جدا جديدة على أسس جديدة، لا تسيء الظن وتعتقد أنه راح يبني معاك مكان ما توقفت في السابق، لا تغلط هاي الغلطة وتفكر هاي التفكير وتتوقع منه انه يتصرف بهاي الطريقة مثل السابق. هاي الشخص راح يكون جديد، يأتيك جديد، وان كان من الماضي سيأتيك جديد بحلته الجديدة، فعلا راح يتغير، مو بس شكلا او تصرفاته الخارجية، شكلا ومضموما راح يكون جديد. يعني طاقة هذا الشخص المتردد مأثرة حتى على طريقة قراءتي مع الحمل والثور، ما كنت أخطأ في الكلمات، شوف هني حتى الكلمات عندي ما تطلع بسهولة، الشخص هذا جدا في هاي المرحلة لحد الآن، قبل ما ينطلق لحد الآن هو في مرحلة التفكير، لما ينطلق راح يكون أثبت، هاي الفارس ثابت، ولكن دام بعد في مرحلة التفكير فهو مأثر حتى على طاقتي وأنا صرت مترددة، الكلمات لا تخرج بسهولة، أتلعثم، ولكن في مرحلة قادمة تنتظركم، مرحلة ما بعد التردد، ما بعد الانتظار، ما بعد الاستثمار، ترقب هاي المرحلة، لأنها هاي المرحلة اللي أنت تستطيع فيها أنك تكون مرتاح، تريح بالك. لما تأتي هاي المرحلة أنت عملك المتعب، الجزء المتعب من عملك انتهى، كل اللي لازم تسويه ان انت تكون متقبل البداية الجديدة. يعني اذا انت اضطت ظهرك لهاي البداية الجديدة ما راح تصير، ارادتك الحرة هي اللي راح تغلب الواقع او الفرصة، فلا تشك عزيزي للحظة واحدة أن هاي الشخص سيأتيك ومعه نفس المشاكل من الماضي، نفس الأمور غير المحلولة من الماضي، لا، سيأتيك ويكون جدا مستعد
أن يبني معك من جديد. هو جدا تخطى الماضي، يعني مر بمراحل. كرت الججمنت هو كرت الأشخاص الذين يظهرون من القبور، لأن هاي الشخص أحسه مثل اللي استوعب بعد وقت ما أو مرحلة ما، استوعب أن أنت الشخص المنشود. يعني أنت مثل، بالنسبة له مثل لوز السكر، أنت شخص تكمله. هذا الشخص اكتشف احتمال بعد فترة الانفصال أو الفراق أو الابتعاد، اكتشف مثل في لحظة ما مثل النور اللي صار في رأسه أو الإضاءة، جات الفكرة واستوعب أن مغامرات الحياة اللي فعلا بخاطر أنه يسويها لا يراها إلا معك. يين واليانغ تكملون بعض، طاقتك مع طاقته يحسها تنمزج وتمثل له كل السعادة. عندما يتخيل السعادة يتخيلك أنت بجانبه، ولكن استيقظ يوم من الأيام احتمال ولقاك أنه مو بجانبه. فهاي الدافع والحافز من توجهه إليك. إذا القراءة تحس أنها معكوسة بأي جانب، اعكسها عشان تناسب حالتك. وراح أسحب لك الحين آخر كرت تبع النصيحة. آخر كرت تبع النصيحة برج الجوزاء بخصوص مواصفات الشريك القادم. ما هي النصيحة؟ برج الجوزاء. اوكي. إذا كان عندكم أي سؤال بخصوص ليش ما أخلط الأوراق مباشر، فهذا هو الجواب. عندي علاقة شوي غريبة مع الأوراق، لازم الكرت يسقط، أخلطه لحد ما يسقط ويسقط ويكون سنجل لحاله، فياخذ وقت جدا طويل عشان أجهز الأوراق بهاي الطريقة لكم. أخذ وقت جدا طويل، فعشان كذي ما أخلط الأوراق أمام الكاميرا. رسالة لكم برج الجوزاء: Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. بالضبط بالضبط. حلك الوحيد للتخلص من نمط الماضي، من الدوامة اللي انت حاط فيها نفسك، دوامة الخوف، ان اما اذا هاي شخص جديد انت شاك في نواياه، إذا كان شخص قديم انت شاك في تغييره، هل هو فعلا تغير؟ حكم قلبك، اسأل قلبك، تكلم لغة الحب. شلون يعني؟ لما أوقات نفكر بعقلنا ممكن نطلع نتيجة جدا منطقية وإيجابية، بس ساعات الحب ما يكون منطقي. ما في منطق يفسر ليش شخص رفضك في الماضي وما استثمر معاك وما اهتم فيك، لم يعرف قدرك في الماضي، ما في تفسير منطقي ان ليش يرجع، ما في. فالوضع هني شوي فيه مشاعر لحظة إنارة اكثر من العقل، ما في هني كثيرا طاقة سيوف. انت ايضا بالنسبة لك عليك ان تتخطى الماضي، وكيف اعتد ان ترى الشركاء او الاحباب، النمط الذي كانوا يعيشون فيه، تتخطى هاي الماضي عشان تقدر تفكر بشكل حيادي بشأن هاي الشخص. إذا هو جديد، هل هو فعلا
إنسان جيد وصادق معي، وإذا هو قديم هل هو فعلا تغير وسيستطيع أن يبني معي هاي الحياة الجديدة. شكرا عزيزي برج الجوزاء، أتمنى أن القراءة جاوبت.